مرة وربما مرتين شهريا يحتاج الطفل محمد إلى دماء جديدة وأدوية تنعش الحياة بجسده المصاب بمرض التلاسيميا. احتياجات محمد ومعاناته هي ذاتها لعشرات الأطفال القاطنين في منطقة حارم. عدم وجود مركز يخدم مرضى التلاسيميا في المنطقة دفعت مختصين إلى افتتاح مركز الياسمين قبل أشهر قليلة. المركز الذي يقوم عليه أطباء ومخبريون وممرضون متطوعون اختصر المسافات والجهد على مرضى التلاسيميا في المنطقة. أنا نازح من شرق إمارة النعمان، عندي الولد هذا من شي سنتين صار معه مرض، ما عرفنا أول شيء المرض أشوي، بعدين الفحوصات طلع معه تلاسيميا. إيه عم نغير له دم كل 25 يوم للشهر. إيه كنا نغير له في إدلب بالمشفى. إيه وهلق انتقلنا لهون كفر تخاريم، صارت المسافة بعيدة، صرنا نجي لهون على المركز هون. 67 طفلا يتابع المركز حالتهم الصحية بشكل دوري من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وعمليات نقل الدم وتقديم الأدوية بشكل مجاني. كما يتيح المركز خدمة نقل الدم الطازج من المتبرع إلى المريض مباشرة لمن يرغب من مرافقي مرضى التلاسيميا باعتباره الأفضل طبيا. طبعا نقدم خدماتنا من نقل الدم إلى الفحوصات، فحوصات طبعا التهاب الكبد بي و سي زائد فحوصات الإيدز، بالإضافة إلى الزمر، بالإضافة إلى تحليل الحديد، ونقدم أيضا أدوية التلاسيميا اللي هي خوالب الحديد إن كان إكس جاد أو مضادات الحساسية الهيدرو أو مدرات البول اللازكس، كله عندنا يقدم مجانا مع العلم أنه مركزنا حتى هذه اللحظة غير مشمول بأي جهة دعمية ولا أي منظمة. يعني استمرارية عمل المركز وزيادة قدرته الاستيعابية وتطوير أدائه من خلال تأمين بعض الأجهزة والمعدات الطبية حاجة ملحة يأمل ذوي المرضى أن تلفت انتباه المعنيين بالقطاع الطبي، خاصة وأنه المركز الوحيد في منطقة يقطنها قرابة نصف مليون نسمة. تأتي أهمية مركز مرضى التلاسيميا هذا باعتباره الوحيد في منطقة حارم، حيث يعنى بإجراء عمليات نقل الدم إضافة إلى الفحوصات الدورية للمرضى. من بلدة إسقاط بريف النيل الشمال، منصور صبرا، حلب اليوم.